في غضون ذلك، أدان رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني الاعتداءات التي تستهدف القوات الأمنية التي تتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي في العراق، مؤكدا قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراقي وأمنه واستقراره. وإننا إذ ندين هذه الاعتداءات التي تستهدف قواتنا الأمنية وتتجاوز روح ونص التفويض الذي أوجد التحالف الدولي، فإننا نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها القيام باتخاذ القرارات المناسبة للمحافظة على سيادة العراق وكرامة أبنائه وأمنه واستقراره، لأن هذا الأمر يقع في صلب مسؤولياتها والتزاماتها وواجباتها الدستورية أمام الوطن والشعب.